منظور الفتنة. وهذا أيضا لا أعتقد أن أحد يخالفني بأنه عندنا فيه مبالغات لم نسبق إليها. الفتنة والفتنة والفتنة والفتنة. وطبعا هذا كان موجود من زمن الإخوان، كانوا أول من بدأوا بالتضييق على المرأة وأنها لا تخرج، حتى منعوها من الخروج للسوق، وجعلوا حتى يعني البيع سووا لها مكان، سووا للنساء مكان بجانب المسجد، ويأتي البائعون إليهم جنب المسجد لكي يقوموا بالبيع على النساء. المرأة ممنوعة أن تنزل السوق في زمن الإخوان مع مجموعة كثيرة من القيود. وهذا طبعا كل من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة وكذا، يعرف أن هذا الكلام لا أصل له. وجاءوا من مبدأ الاختلاط، وما الاختلاط مسميات جديدة حديثة لم تكن موجودة. يا رجل يكفيك أنك تقرأ في تاريخ المسلمين، عندنا كتب عن أخبار النساء. إيش يعني أخبار النساء؟ تلقى كتب كاملة فلانة بنت فلان، ويجيب لك نزل، ويجيب لك أخبارها وش سوت وأشعارها. تيجي تقول لي بعدين يقول لك والله الاختلاط، أي اختلاط يا حبيبي؟ روح اقرأ هذه التواريخ، شوف كيف كانت المرأة تعرف، وحتى أبيات غزل يغزل بها وهي تتغزل وكذا، مكتوبة في كتب. اليوم أنت تقدر تسوي كتاب اسمه أخبار النساء؟ سألتكم بالله، في أحد يستطيع يسوي لي كتاب اليوم اسمه أخبار النساء؟ وين النساء؟ وين؟ ما تعرف شيء يعني. فالذي ندعو إليه يا أخي، التعامل مع المرأة، البعد عن الفتن، نحن مع كل ذلك، لكن كل هذه الأمور بالمبالغات التي نراها نحن اليوم هي التي تعمل المشكلة، وينبغي أن نعمل مراجعة حتى نوزن الأمور، لا تكون انفتاح بالكامل، ها؟ ولا تكون أيضا الوضع الذي نحن فيه، الوضع الذي نحن فيه بصراحة شايف، ينبغي أن نعيد النظر فيه.